أحبتي في الله، الإنسان عندما ينظر إلى معاملاتنا وتعاملاتنا، كبيرنا مع صغيرنا، ذكرنا مع أنثانا، يتعجب ما هي فائدة وثمرة دروس العلم التي نسمعها في المساجد، خطب الجمعة، هذه الفضائيات التي تزخر بالعلماء والدعاة في كل يوم عدة حلقات وعدة مجالس، ولكن الثمرة تبدو ضئيلة، لأن هناك إعاقات سلوكية، ويعيش بيننا أصحاب عاهات فكرية يرفضون النصيحة ولا يقبلونها، فمن متكبر إلى معجب إلى مراء إلى كذاب إلى صاحب الوجهين إلى الذي يلقاك بوجه طلق مبتسم، فإذا يعني وليت عنه خاض في عرضك واغتابك. أين الخلل؟ يعني هل الخلل أن نمكث لنندب حظنا ونندب يعني أيامنا ونندب أو نعيب على الناس ونحن لا نريد أن نشير إلى أنفسنا بالعيب؟